كلام معلش ضربه حتى يقولوا انفصاليه. والجزائريين متى وخليني نكمل اخويا، ادخلوا له الماك نكمل وش يوسف، ادخلوا له الماك، ادخلوا الجمهور يتقابل ونعاون كي عاد حاب يقسم المغرب، خلينا نقسموا الجزائر. يوسف شوف واحد كيجبد لك الصحراء المغربيه، ادخلوا الجمهور يتقابل انا نعاونك من هنا. اقسم الجزائر، اقسم الجزائر، اروح حتى انت اقسم الصحراء المغربيه. الجزائر اقسم راسها يوسف، خليهم. اسمع اروح يوسف، خليني دقيقه معك. اروح اقسم، اسمع انت وزع الدراهم اللي ديت من بن يا اخويا، انا اخويا راني عايش بي. انا شريت سكنه في كازا بلونكا، ارجع لي انا درك، انا شريت كنسه في كازا. المهم روح لشاكب، روح لشاكب خليل، انا قلت لك ما ديتش، ما بداش نجستيفي لك انا المشكل. ما عندكم حتى دليل عليا، اهضروا عليا فقط، وين غلبكم في الهضره؟ نتحداكم، عندكم الدليل حتى باللي الماك ارهابي وهو ما دار حتى عمليه ارهابيه؟ عندكم باللي 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 المغرب هو اللي مع دول مع دول مع دعمت الارهاب؟ عندكم المغرب هو اللي حرق بلاد القبائل؟ هذوما الدليل تاعكم، دليل بوف بوف. اعطي لي بوندا ولا ارتيكل مكتوب عليا في الجرنان باللي سرقت كنت كمدير بريد. تهضروا من فمكم فرات، تهضروا دون دلائل. انتم التاريخ قريتو تعرفوا شو هو المروك، المروك كوك وكوك والقبائل، القبائل القبائل الصحراء. يروحوا تخدموا على ارواحكم، خموا على بلادكم، لا فلسطين لا شكوبي مارس، تعرف حتى بواحد انا. 1 2 3 فيفا الجيري فرات، 1 2 3 فيفا الجيري، الجزائر الجزائريين. ما نعاون لا بوليزاري ولا فلسطيني لا حتى واحد، نعاون انا جوسي الجيريا الجيريا. تربع اخرجوا شجعانكم لكوكو، اخرجوا شجعانكم. جابوا عبد، جابوا الاخ كوكو. هذا ماشي سياسه، اول حاجه الجزائر من حقها كان صراع اقليمي بين الدول، دول كاع في العالم عندها صراع اقليمي. الجزائر الصراع الاقليمي تاعها هو مع المغرب، ما يمكنش هما يكونوا اثنين قوة اقليميه في المنطقه. فاحنا من خلال الصحه، من خلال الصحه الغربيه نلعبوا نلعبوا الدفاع المتقدم. والجزائر واش حبيتوا تحط، واش حبيتوا المغرب تقفلوا الحدود كما بومدي قال الحسن الثاني، قال وانا نسكت على الصحراء ما نديرو نجيكش في الصحراء المغربيه، وانت يا خلي لي موريتانيا، قالوا الحسن الثاني فاقوا. حبيت تربطوا من هنا، تربط له الحدود البريه والجويه وتخليه مع المحيط مع السمك، يا باش تحشيو الحسن الثاني فاق لكم. انا نموت عليه الحسن الثاني، نموت عليه. حابين تحصروا المغاربه المحيط، حابين تحصروا فيب الحسن الثاني يا ولدي. الحسن عطى نص الصحراء لموريتانيا، وين هو؟ لانه هو ما كانش. وهل انا نجاوبك، انا خليني نجاوبك، خليني نجاوبك، خليني نجاوبك، خليني نجاوبك. لانه الحسن الثاني لم يعترف بموريتانيا كدوله الا في بدايه الثمانينات، يا ايها الغبية، لانه اصلا على باله باللي موريتانيا انتهى. ولكن موريتانيا قتلوا المغاربه، متى اعترف؟ حتى البوليزاريو قتلوا المغاربه بدعم الجزائريين، بدعم النظام الجزائري. تقتلوا خاوتكم وتجيو تساميو فيهم ولكن البوليزاريو فيهم، البوليزاريو 1695 بوليزاريو فقط، الباقي كل شاديين ومن مالي ومن نيجر ومن الاخر. عدد البوليخاريو المغاربه هم 1695 فقط باحصائيات المخابرات الاسبانيه. اسكت. شكرا مريم، عليك المغالطات. شكرا على الاستضافه مريم، شكرا بارك الله فيك. تمنيت نلقى يوسف بارك الله. انا مريم اختي كي قال لي شيخ امود مات في 1800 وجا من ليبيا. شيخ امود مجاهد جزائري، مجاهد جزائري من منطقة التوارق، مات في 1926 وحارب فرنسا واستشهد في تيما في طنرست. الإنسان هذا ولد الوراس اللي راه الفوق، راني ما نعرفوش، ولكن لاحظت نقول ندير له ملاحظة. يا كوكو جمال، شيخ كوكو، أنت فم، أنت فم برك، ربي قال لك هاك فمك وما تسالش. عندك فم، عندك لا عقل لا قلب. العقل لا عندكم. انا ليك ناكل في لحم الحمير، راني في فرنسا، راني ناكل في فرنسا، راني ما ناكلش في لحم الحمارة، راني مانيش انا اللي ناكل لحم الحمارة. انت يا ولدي، انا 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 ما نعتونيش في الشروق ناكل في لحم الحمير، راني هنا في فرنسا ناكل في الكوشون في الحلوف، فهمت؟ راني ناكل في الحلوف الخمر وتشرب الخمر. وانت انت يا حمار. يا خويا اكل شيء انا في فرنسا وتاكلوا ارواح. ياكل اللي بغى، ماشي كل ناكل الحمار وبلاوك انت، باسكو انت هو الجحش، انت هو لا بالي. انا نخاف تاكلني، انا نخاف تاكلني، انا المشكل تاعكم نخافوا تاكلوني، هذا هو المشكل. بعثوا لكم المغاربه من الزطله، بعثوا لكم بعثوا لكم المغاربه الزطله فوق الحمار، كليتوا حتى الحمار، تكيفتوا الزطله وكليتوا الحمار.
خلي رب الحمار يعاود يجيب لك الزطله راكم دايخين ضربوا الزطله تاع كتامه وانت وانت طبيصله وعربيه راكم دايخين معليش شخكوكو يا تفضل اخويا يا ودي على بالنا باش انت شراوك المخابرات المغربيه الناس كاع على بالها بك اخويا خلص فيا المخزن يخلص فيا طروامل المخزن يخلص فيا 3 ميل سنصور ما كيخلص فيا 2 ميل واسرائيل تخلص فيا 4 ميل راني برسك دي ميلي كالك 11 ميل اورو سمعت خويا شوف الكوستيم خويا شوف الكوستيم يا هي كوكو تهب الفلات يا كوكو هوب 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 اسمع انا على بالك تعرف ناكل حلوف اسمع انا ناكل حلوف وقلت اسنا نقولك انا ناكل حلوف لانه سردينيا اسمع لانه سردينيا اكبر ناس اللي عايشين اسمع انا اكبر سردينيا اكبر ناس يا ودي تا صوتك على بالك تقول صوت العجوزه انت واش بيك اخويا انت عجوزه ولا يا رجل يا ودي تقول عجوزه تهضر معايا واش بيك اخويا عجوزه حكم سراخ اخويا انا كوكو كوكو انت شكون كوكو كوكو انت شكون اخويا تاع حركي هاي يا خلايا واش بيك يا ولدي يا ولدي انت راه تحرر الصحراء وتحرر فلسطين وتحرر يا ولدي الصوت نتاعك مليح يا ولدي راك ما دير اسمك ما دير العيطه في المغرب راك ما تدير العيطه هما المغاربه حوسه واحد يغني العيطه روك ما تغني العيطه في المغرب يا روح نديك العيشه العيشه الحمدوشيه الحمد يا روح كش من ديك الباشا حم وروح وكاين شنو نديك البخور ندير لك شويه اربوها لي السلام عليكم كوكو صبر صبر شوف عبدال الله يلا خرج لكم العقل الله يلا خرج لكم العقل عبدال شوف شوف عبدال نضم شويه انت يا مولف تهضر معك بعقلك كوكو راه يجاوبك بالعقل ويجاوبك على كل حاجه ما تخلطش بزاف هضر قول سؤال وصمت الجواب كامل وحتى الاخ المهدي خويا راني ساكت ولدي راه تخلط تخلط لك ولدي عندك الكونيكسيون بدل الموبيليس ولا طلع من هنا شويه لجهه الترمسان كش ما تحكم الريزو حبيبي راك فتين دوف تاك حدا البوليزاري راك حدا البوليزاري انا في التلمسان الريزو باطل في التلمسان مليح نحسب في فتين دوف على خاطر فتين دوف ما فيهاش الريزو كاش ما شفت واحد يدير من مخيمات العز والكرامه شو مسكين السيد المشكل تاعهم كوكو انا هو كلش تهضروا شويه على السياسه خليك مني انا دعكي من انا وتكلم تكلم على الموضوع اهضر معك ودي لو كان نقول لك هيا شوف قدام المغاربه هيا قدام المغاربه انا نجبد الاسره نتاعي وانت نجبد الاسره نتاعك شكون هو اسمع انا نجبد الاسره نتاعي والاسره نتاعك وانا نجبد انت واش قدمت الجزائر وانت واش قدمت قومي راي في الغرب الجزائري كلمه قوميه ظهرت اسمع كلمه قوميه اولا باش تزيد اللي باغي يناقش اسمع انا ولد الوراس انا كلمه قوميه ظهرت في مليطه تحت وهران في الغرب الجزائري كلمه قوميه كوكو بالعقل اللي غيطلع ما تقلقوش ما تقلقوش مهدي دراجي واش يقرب لك حافظ قرطاجي انت فهمتك هذا شحال من ولايه الجزائر كان في ميلا كان في قالما كان في ربي يبارك خويا ربي يبارك حسبتك فهمت حتى انت وانا من باتنا من بريكه من بريكه انت من ولاد الدراجه من ولاد الدراج ولاد الدراج يا بابا الدراجي والنايلي والدراجي نتاعو حتى انت من بني هلال من بني هلال بني هلال ولا بني معقل ولا بني سليم اسمع تفضل الشيخ خلينا نشوفو الدوزيام خلينا انت سيبوه شوف انت قلت تفضل خويا نفرضو نديروك في الحكم قلت نلحق البوليزاريو نحيهم من الوجود انا نمدلهم الجنسيه انا نمدلهم اسمح لي يا ولدي انتم والمبعوث الأممي والتصفية الاستعمار في اللجنة الرابعة كيفاش دير لها يا اخويا انا الزمنين نمدهم لموريتانيا ولا نمد لتونس ما تبقاش الجزائريه اللي دعم انا الزمنين نقول له حبيت روح اول هي روح لادخل موريتانيا ولا ادخل انتم تهزوا فيهم الجزائريين انتم فرات تسلعوا فيهم حابين تطلعوا للمحيط يا اخو دير علاقات مليحه مع المغرب درك تطلع للمحيط وتاكل الحوت السمك الكبير هذاك تاع المحيط عندكم الساعه تحسبوا باللي المحيط تقدر تحرق الامريكان وما عندوش الحراقه من فم او المحيط ماهوش البحر الابيض المتوسط انتم عندكم اطماع تجاريه واش من تجاره عندكم حتى راه تفوتوها من المحيط راح تجيب القاسم بالسكري ولا واش احنا عندنا اطماع
يا ولدي عندكم اطماع واش حابين تطلعوا المحيط براسرين؟ اطماع يا راجل واش واش هو ماله واش يا راجل يخليك لي يا خويا يا ولدي خويا قبل اسمع اسمع قبل ما تقسمها المغرب مع موريتانيا عرضها الحسن الثاني على بومدين وقال له لا يا ولدي خليك لي يا ولدي يا ولدي خليك لي شوف الحسن الثاني قعد لكم شوكه اسمع الحسن يا ولدي يا ولدي بومدين هذاك ودلك خطابات جمال عبد الناصر بومدين هو عباره عن زوج جمال عبد الناصر هذاك يقولها بالمصريه جيبها لنا يردها لنا هذاك بالجزائريه معليش الحسن الثاني قال بومدين اعطيني قاعده في تيندوف نضرب موريتانيا ولا ما قالش شكون هو الحسن الثاني هاي قال بومدين اعطيني ندير قاعده عسكريه في تيندوف باش نضرب موريتانيا قالها ولا ما قالهاش وعلاش موريتانيا تحتاج قاعده في تيندوف باش تضرب والله ابيك لي موريتانيا لك مساكن يا راجل انت انا ما فهمتش واش ضربوا بالقاعده العسكريه على بك شوف اسمع موريتانيا ندير قاعده عسكريه باش يا ولدي موريتانيا راهي بلاد دولة الشعراء راهي دولة الشعراء تضرب بالطيارات صافا ابي هذاك وجهك او هذاك يجي عنده ويدير له كيما وما حساني وما مغربي انا ولا كان عليه او يدير له كيما المغربي يدخل فيه ديريكت واش بك صافا خويا انت مريض ولا فاش كوكو. فاش اسمع ولا اسمع اخويا اخويا اسمع والله غير شوف 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 الجزائري اسمع الجزائري كيدوخني اسمع انا دوخني الجزائري يا ولدي خلي دقيقه امريما تقول اسمع تقول المغرب تقول المغرب على بالك شيه في الفوق خلاص وموريتانيا تحت ما على بالكش بلي الحدود الموريتانيه لاصقه في الحدود المغربيه ولا واش انت علاه ثاني يجي الجزائر تا سافا با نقول اسمع انت تعرف الخريطه ولا ما تعرفش يا ذاك الوقت كانت اسبانيا موريتانيا راهي فوق السنغال موريتانيا ماشي تحت السنغال ولدي كانت اسبانيا يا ولدي هذاك الوقت في ذاك الوقت يا ولدي انت واش بك اه ولدي دوخني انا قال يسموها الصحراء الاسبانيه كيف الوقت في ذاك الوقت والجزائر واش كانوا يسميوها على وليست كانت الجزائر يسموها الجزائر الفرنسيه وسني عليها الامير عبد القادر قول الجزائر الفرنسيه ما قالهاش الامير عبد القادر امين امين سبيتي كوكو غنتفاهم معك امين كوكو ما كيسبش وين راكي وين راني لا امين كوكو ما كيسبش ما سبكوش واش هو كيسبكم اسكو طلعتيني مريم مانيش نشوف في روحي راك طالعني خليتك انا الفوق برك خبيتك خويا باش ما تسبش على خاطر لو كان تسب نهبط كنابات انا درت واحد لابليكاسيون معاك فيروس شيخ كوكو معليش شيخ كوكو شيخ كوكو شيخ كوكو انا هو الفيروس انا خويا انا عيطوا لي شيات المغاربه شيخ كوكو تا ميكروب ماكش فيروس تا ميكروب يا ولدي شوف شوف المشكل تاع الميكروب امراض مساكن خليني نسال سؤال ما تقولوش مساكن ما تقولوش والله غير جيتك والله غير جيتنا انا شوف انا نقول لك اسمع انا عجبني طفل هضر وعجبني بزاف بغيتني شي خبره والله ربيش كاولد الاول السنده شاويتها يوم راني غرا السنده شاويتني غرا السنده شاويتنا ماش حاجه بلا انت شاوي ما يعرف شاويه لا علاقه بك أم لا علاقة أني شاوي ذا شاوي تدري يا شاوي ذا وشك يا ولدي تحيل انت الجنسية تسمى باش نكون بومدي باش نكون جزائري اسم نكون بومديانية باش نكون جزائري نكون بومديانية باش نكون جزائري نضرب خاوتي المغاربة باش نكون جزائري ندعم البوري خاري وباش نضربوا المغاربة استقوى اسمع على خوف حمير وكذا انا لانكم صح كليتو الاحمر حمير لانكم انتوما اللي انتوما اللي دعموا انا مع خويا المغربي وانت مع البوليساريو انت بيان سور وي من قبل هو سب مريم ما حركتيلوش لا ماشي سب ماشي سب ولا سبيت خويا انا ما سبيت خويا الشروق قناه الشروق اللي كلاتني طلعتيني هبطتيني مش من قناة شروق أو من تابتني عايش في بطنه مريم هذا الإنسان راه مريقل دماغه بقارو يا ولدي جاي تكسل علينا ريقل دماغه بزوج كوارا راه أمين أمين يا أخويا أسمع عليك مساوى هضرت معاه بليزار قيمة عليك بالسلعة الكتامية عليك بسلعة كتامة اضرب خويا اخويا الشروق اللي قالتها ما قال الشيخ كوكو اهضر مع الشروق مانيش انا اللي درت هذاك خويا اهضر مع الشروق خويا نهضر نهضر الشيخ كوكو الشروق الله فارت الحمير يا ولدي سامحني نهضر معاه صرات انت وين عايش انت شاوي منين انت باتنا انا في باغي انا مع ماكرون
مسيو البريزيدون ماكرون يوم فرحات مني يوم فرحات مني انا معدا فرحات نعم خويا مريقل دماغك وجات والله ربي يا والله لا انا يا ودي ما قدرتوش تناقشوني انتوما اللي خرجتوني للشخصان نتاعي انا ما شخصنا انا نهضروا على كوكو علاش يا المشكل تاعهم ما ينساو المآري اخوتي يا المغاربه يا المغاربه نورمال تخلصوني نونو المغاربه نورمال يخلصوني يزيدوا لي في الخلاص لانه على شرواش انا كي ندخل لهم ينساو المغرب ينساو كل شيء يدوروا عليا نفرات خلصوني يا المغاربه راني نسيهم في المغرب نسيهم في كل شيء هم شراو راهم يهضروا عليا فرات خلصني مليح نرجع معاك يا حبيبي ونقول نقول عزيز ثم انت ثم انت عزيز اذا بغيت تناقشوا بالفلوس اسمع مهدي مهدي واش بك قرطاجي بلي زارغيمو خليو عليكم كوكو يا ودي نطرح عليه سؤال خليوني نطرح على السؤال على الشيخ كوكو خليوني نطرح سؤال على الشيخ كوكو شخصي ولا سياسي شخصي ولا سياسي لا سياسي سياسي شكرا جزيلا تفضل حبيبي لا 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 شخصي ما عندنا ما دخلنا في الشخصي ربي يساعدك يا قرطاجي تفضل حبيبي تفضل يزيد فضلك لما في 75 لما دخلت المغرب للصحراء وقال لهم الحسن الثاني في الخطاب نتاعو المشهور الا لقيتو اسبانيول عانقوه الا لقيتو غير اسبانيول قتلوه انت يا نفرضو نفرضو في ذاك الوقت انت حاكم الجزائر والمغرب دخل على الصحراوي نقتلهم وجاو هاربين هل كنت تستقبلهم ولا كنت تزيد تقتلهم وعلى الصحراوي اللي هربوا على الصحراوي الصحراوي اللي هربوا في هذوك الصحراوي قوله منين كانوا منين جاوا منين جاوا انتوما خلقتوا في الشعب جبتوا من تشاد هما اللي جاي تقول الصحراوي اوكي 1995 برك جاوبني على قد انا واحد من الناس اسمع لو كنت في الحكم وجاوا الناس مضروبين بالنابالم مضروبين شو النابالم الثاني تكلنا خويا الشيخ اسمع نعطيك واحد الحاجه اسمع اي خليها يا ولدي عنده الحق الحسن الثاني لو كان جيت انا من الحسن الثاني انت واش بيك انت هذو ما شافوش ما شافوش كي قاعدين يضربوا في القبائل اللي ما داروا والو ما هزوا لهم السلاح ما والو قاعدين يقتلوا فيهم السؤال واش داك القبائل واش داك القبائل جاوبني على هذا السؤال اصبر مهدي 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 انا غادي نجاوبك على هذا السؤال انا مغربي ولو كنت انت في الحكم كنت الحكم في الجزائر جاوبك على السؤال هل كنت تقتلهم ولا كنت تقتلهم مهدي مهدي شوف هذوك الصحراوي اللي في الجزائر ماشي هربوا ماشي هربوا خطفوهم خطفوهم باش يديروا بهم كيان اختطفوهم من بلادهم يا خويا معليش معليش خويا على ما حكمتهمش ودرت لهم الجنسيه الجزائريه وهنيت راكم فضيت المشكل مع خاوتك المغاربه يا خويا هذو اصحاب حق يا ولدي 1695 عندهم اصحاب حق هذو 1695 عندهم حق خويا راك تقول اسمع اسمع راك تقول كاش دخلك راك تقول مغاربه محتجزين يوم واحد فقط ديمقراطي يوم واحد فقط ديمقراطي القضيه تاع الصحراء الثاني اذا كان غير الصحراوي معاكم مبروك اسمع دقيقه مريم اللي معاكم يا مريم خليه لي خليه يا بنتي خلي لي قطراجيه ديمقراطي اذا قال الصحراوي انه مغربي مبروك عليك من الصحراء وين وين ما فهمتش انا الفوط راه جبت تاع تشادو تاع السنغالي فوطي ولا واش الجزائري اللي فوطي ولا المينورسو كاين المينورسو مقيد عنده 1695 يا ولدي او خلاص الامميه لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربيه عندهم القوائم يا ولدي انت راح دير في تندوفة انت راح دير في تندوفة يا ولدي راح اسمع راه تاع السطح راه تاع الصحراوي تاع العيون وراك ما تقول اننا متجزين يا ولدي الصحراوي يا ولدي هذا السيد سافابا هذا اخويا انت هو اللي سافابا سؤال جاوبني اسمع اسمع والله نسقسي خويا الجزائر وانت كنت اسمع نسقسي خويا الجزائري كنت تقتلهم ولا كنت تستقبلهم جاوبني كملت المهدي كملت جاوبني هو جاوبني هو الصوت يرجع حك ولا لا لا راك مليح ايوا شوف نعطيك واحد الحاجه اخويا الاستفتاء ما كانش كي نشوفك درت استفتاء لبلاد القبائل 12 مليون اروع دير استفتاء تاع تاع معليش اخويا اروع دير استفتاء اسمع ما كانش الاستفتاء ودس معاهم اسمع اخويا ما كانش الاستفتاء ودس معاهم صافا اخويا من الاخر انت جزائري واش دخلك خويا الراجل الجزائري انا جزائري انا نهار نشوف الجزائريين دخلوا حطوا رجلهم رجلهم لفمه اخي تقولوا القوه الضاربه المغاربه على بالك الضرور هذا قلت لكم زوج يا ولي انا ماكرون في ماكرون واش بيك انا ماكرون انا عييت نشوفو اسمع انا في باري عييت نشوفو راكم شفتو انتم في وهرنا يا ولدي شفتو في وهرنا انا راني في فرنسا عييت نشوف ماكرون عييت نحوس عليه الجزائر فوتر في وهرنا يا حلال
واش مديتو الكاسه تاع حسنيه ديسكو مغرب ديسكو مغرب مديت يا ولدي واش من ديكاش خلينا لها خلينا اي حشمه اي خلينا ما تكذبش خويا ما تكذبش خويا اي الرئيس نتاعنا الرئيس نتاعنا تاع ماكرو اي احترم الرئيس نتاعي احترم الرئيس نتاعي ماكرو لنسب لك الرئيس تاعك تبون اخويا احترم الرئيس تاعي ماكرو امين امين عندك واش عندك شي نقاش واش عندك شي نقاش سياسي ولا غادي تبقى حاضر كوكو ما خلاناش نهضروا قبيل هو يرحي لان راك تهضر غير على كوكو تهضر غير على حياته ما راكش تهضر ما راكش تخدم اخويا العزيز انا شنو هذا واش دير كل نقاش سياسي كل ما يحشروا في شوكا يبدا يبلاقي لا لا يا ولدي راني نجاوبك خويا راني نجاوبك خويا انت جزائري واش دخلك في الصحراء غربيه ولا مغربيه ما دخلوك ما هي الفائده نتاعك انت ما دخلوك واش دخلكم حدود عندي حدود مع ليبيا عندك حدود مع المغرب مع المغرب نعم ولماذا تربح العيد مع 40 مليون مغرب ما عندك ما دخلك ما عندك ما دخلك خم على روحك البوليساريو يخلص خير منك لابورس اسمع انا مدير انا كنت ريسيفور شيف دي تابليسمون في بريد الجزائر البوليساريو في منحة الجامعية للطلبة يدي 18000 دينار جزائري يعني 100 اورو وانت يا ايوه الجزائري تدي 405000 يعني 20 اورو عيب البوليساريو يعيش خير منك انت ايوه كاش ما لقيت واحد البوليساريو حراق وانت ايها الجزائري اكلتك سماك البحر الابيض المتوسط ايها الجزائري اتفضل السلام عليكم هذا هو مش الكثار السلام ربي راكم شوف شوف بان نعاود شكون نفكركم بوليساريو انا في باتنا كانوا يقاولوا الطلبه هذا المهم خويا اسمع نعطيك واحد الحاجه من الاخر انتوما يا اخي بكري استنى روسيفر وي يا ولدي نهضر معك في خشله سالمي العلمي سقسي عليا انت واش تحسب فيا تحسب فيا انسان لا عاودش حيطيس دخلت انا للتيك توك حيطيست يا الشيخ واش بيك ولكن لا عاودش هبط النيفو شويه بانت لك خلاص يا خويا بالعقل خويا بالعقل ما تقلقش شوف نعطيك واحد الحاجه الجزائريين الذين يريدون ان يساعدوا الدول المشاوره يا اخي بكري تقولوا صدام حسين لو كان جا حدانا ما خليوش تعدموا امريكا واين اعدم القذافي واين قتل القذافي اليس في الحدود الجزائريه على ما عاونتوش ليبيا نهار كي جات تضرب فيها فرنسا وتضرب فيها الامريكان وين راكم يا ديس الجزائريه تعرفوا غير تقسموا المغاربه تعرفوا تدعموهم مده تقسموا اسمو المغاربة بس حباش تدافع على الاخرين لا لا يا بابا يا كوكو معليش دقيقة على بالك باللي يا خوتي راكم في اللايف ناظروا غير بشوية اكفا تفضل الله يسترك دروك شوف عجبتني حاجة واحدة شوف دروك كيما الرئيس تاع بومدين في ايجابيات وسلبيات ايجابيات تاعو صلاح الارض وكاين امور عفايس دارهم السلبيات تاعو منطقيا يبقى فر الأمد رئيس جزائري 700000 الكون منطقيا ما تجيش كيف يا خلينا يرحم باباك انت السي سي بي نعطيك شوف اسمع راني نخدم في لابوست نتحداك تلقى واحد جاء الرئيس الجزائري عنده في الكونت عنده مبلغ مالي مستحيل المبالغ نتاعهم كلها سي هذا اللي تهضر عليه انت انيس ابو مدين على ماش تصريحات انيس ابو مدين كي جات من هنا باللي كان عنده اموال في امريكا لا جايين تلعبوها لم يتفاهم مع بوتفليقه لم تكن عنده بزاف حوايج جاي يلعبوها لك باللي كان في السك انت عوزيرو انت تكلم لي على بومدين قولك واش جابلك الاسكافي الكوردوني وجابلك الحلاق اللي هو الحفاب قراك اسمع نقول لك بومدين واش قراك جابلك المصاروة جابلك المصاروة يقريو فيك الثعلب ياكل تفاحة صفا الثعلب ياكل تفاحة في كتاب القراءة صفا بانتوما معليش تخليني نتكلم يا شفتوك وراك هاي شوية على بالك راك متحمس على بالك كل واحد يجي دار خويا لا لا والله لا صح تقول على هادي استنى واش بصح الثعلب ياكل التفاحه والله في كتاب القراءه في كتاب القراءه هو يزقزقوا فوق الشجره والله نورمال عندهم جابوا لنا هذوك الحلاق المصري جاوا عندنا الحلاق المصري وجاء عندنا الكوردوني يا ودي على بها اسمع انتم قراوكم شوف نقول لكم واش قراوكم انتم نقول لكم واحد الحاجه قراوكم اسمع انتم اسمع انا قاعد هنا كي نهضر لكم درك نهبط للمغرب من دار
انا نروح ندير فيديو في الكويره انا نروح ندير فيديو في المغرب ندير باش كل واحد ياخذ السماعه ديالو اسمع في لي طوالات اسمع نعطيك اسمع نعطيك واحد الحاجه يا ولدي الكواودا كيما انت شوف اسمع انا نقود الخويا المغربي ما نقودش الخويا البوليزاريو والله يا كوكو والله كوكو كلمه من فضلك الله امين ما طيحش هضره الله يحفظك صدقني شوف شوف نعطيك واحد الحاجه هذا يقول لك انه هو الحمار اسمع اسمع يا ولدي نورما مولو كان جيت انا مغربي يطلع عندي واحد جزائري تقول لي الصحراء الغربيه برك ما بتقديرك ماكمش حتى حوار خويا انتوما نورما مو ضربك هو انت نورما مو من حوراك انا نورما مو من حوراك انا كنت نحكي انت قاطعتني هذه الاولى فاهم هذا بالحوار ماشي هكذا احترم رايي ونحترم رايكم بعد النورمال تناقشوا عادي ما كانش في اللايفات الجزائري ما كانش ديمقراطيه تجيو المغاربه ديروا الديمقراطيه ربي يبارك الديمقراطيه يا والله ماشي الجزائر فوق اللي قاعد تافهين راه كاين ريسان يا اخو معليش خويا غير ما تطولش شوف عطي السؤال عطي السؤال ديالك وما تطولش باش حتى هو يجاوبك لان تعطلت انت يا قبيله طولت شويه ماشي تعطلت هو اللي قاطعني يا اخو ما خلانيش كمل يلا روح روح انا نسمعك يروح بو مدين كيما قلنا فيه سلبيات وايجابيات سلبيات اللي ماشي منطقيه بقات له 700 الف كونت وهذه اي رئيس ما كاش كيفاش تبقى له 700 الف كونت فاهم حاجه دوزيام ثاني ما اسمح لي اسمح لي عمر الجزائري وي ماشي انت عليكم ماشي انت هو اللي سبيتينا اخر مره ما خليتونيش نحكي انتما تحكوا انتما او كان يقول لك الديمقراطيه في اللايفات تاع المغاربه انا ما خليتش اخر مره هذا هو المستوى ديال واحد يتناقش لا انتما عندكم مستوى انتما خليتوني نطيح لك اختي مريم ويطيح لك هبطيها مريم ويطيح لك واش متربيين هذا اللي تلقى صوره بومدينة شوفي اي واحد تلقاه داير صوره بومدينة انساي او ما تلقاش متربي وكي هو كي هذا بومدينة بعدا مش بالبعضهم روح تفضل تفضل بيتكوين تفضل ايوا قلت لكم ابو مدينه فيه سلبيات وقدام بصح انا ما نقدرش واحد من الناس ما نقدرش دروك نروح نوقف مع ماكرو ولا نروح نوقف مع الملك المغرب لانه ملك المغرب فيه سلبيات ثانيه وفيه ايجابيات كاين ايجابيات بالكش ما دار مشروع بالكش ما دار فايس منا لبلادو راني معك بصح سلبيات تاعو اكثر من الايجابيات دروك انا ما نقدرش نوقف مع الملك المغرب ولا ننتمي للمغرب ولا ننتمي للملك تاعهم وما يهمك انت ايها الجزائري انا دفختني انت انت المغربي تدخل فيك خويا جا عندك قال لك المغربي قال لك انت على واش داير هكا ولا شي داير هكا انت الجزائري واش دخل في الملك اي فهمني انت السلبيات انت وماشي السلبيات انت واش حبيت على بالك شوف الملك المغربي هو عباره عن اب شوف الملك شوف المغاربه هو عندهم باباهم وانت يا الجزائري احنا عندنا احنا بالجمهوريه احنا بالجمهوريه عندنا راجل منا عندنا راجل منا كل دقيقه شي واحد يسب وش بمنا بالجزائر هذيك يروح تبو يروح بوتفليقه يجي تبون يروح بصح هذوك عندهم باباهم واحد هيا العائله العلويه حكمتهم بصح راك كل مره تقاطع فيا على بالك يا ولدي انت راك دوختني يا ولدي انت جاي انت جاي توشي في المغاربه او ديرو كان جيت في اللايف نتاعي انا جاي توشي في المغاربه راح تخورهم راح تخورهم بقضيه محترم 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 يقارنوا مع اخ النوش اسمع تبون قارنوا مع اخ النوش الفرق ما بين المملكه والجمهوريه تبون قارنوا مع اخ النوش ما تقارنش الملك ما تهضرش عليه خلاص الملك ما تتكلمش شوف تحب تهضر على النظام نتاعك اهضر على النظام المغربي واهضر على النظام الجزائري وحتى النظام المغربي لا دخل لك فيه انت جزائري حوس على روحك كانت دوخوني كتدخلوا لي المغرب ليبيا تونس الاخر انتوا ما تدخلوش ويل ديارك ما صاحبي انت واش بك عيط طلقت فيكم دخل فيكم كل واحد للدار زعما بالايجابيه تاع الملك المغرب يا خويا انا 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 ما نربحش مع خوتي المغاربه اذا الملك عنده ايجابيات ولا سلبيات ما عندي ما دخلني ما مريش ليس بمالكي انا جزائري الملك ليس بمالكي واش دخلني فيه اذا مليح للمغاربه ماشي مليح للمغاربه واش حرق شعيري واش دخلني فيه
يعني نشوف فيك مصباح وانت تحامي على المغاربة. يا ولدي نحامي على الجزائريين راني ندخل فيكم للدار. ادخلوا للدار ادخلوا للدار تاعنا خليونا من المغرب. ادخلوا للدار خليه بنيو دارنا نتاع راح نريبوا ديار الناس. روح المغرب حابين نريبوها, ليبيا مني حابين نريبوها, ما خلينا مالي ما خلينا تشاد ما خلينا. يا ولدي قعدوا شويه ادخلوا للدار تاعنا خليه بنيو الجزائر يا سيدي, خليونا من البوليزاري وفلسطين وخليني من واحد. قضيه فلسطينيه قضيه دينيه, القدس دبر راسك خويا. صاي كمل. اي بصح جاوب على واش قال الشيخ كوكو. هادشي الهضره نتاعو ماشي منطقيه. ما عطانيش حتى سؤال يا خو. ما سولكش قال لك قال لك شوف قال لك يهضر على الجزائر ما فهمتش انا. قال لك بما انك انت جزائري اسمع, قال لك بما انك انت جزائري واش دخلك في المغرب؟ بنيو بلادكم وعلاش ديروا البوليزاريو؟ علاش طرا علاش ديروا البوليزاريو وديروا مشاكل مع المغرب؟ حيدوا البوليزاريو حيدوا كل شيء, عيشوا بلادكم بنيو بلادكم. واش المغاربة كيدخلوا لكم في بلادكم؟ هادشي اللي راه يقول لك كوكو. بوليزاريو انا حتى مانيش مع خلاص, ومانيش مع المقولة هذيك تاع حنا مع فلسطين مظالم ومظلومة. خاطركش لا غير مقولة برك, خاطركش ما عاونا لا فلسطين لا ماديا لا معنويا لا والو. فاهم؟ ايوا برافو عليك, راك ديجا انت ديجا راك قريب الكوكو في الهضرة نتاعو. لا انا ماشي قريب الكوكو, انا ضد اي واحد زعما شغل عنده سلبيات اكثر من الايجابيات تاعو. انا النظام تاعنا تاع الجزائر فيه سلبيات اكثر من الايجابيات. من الاخر نظام شنو الكلام اللي بان لك كوكو؟ عايز انا نسولك شنو الكلام. انا الحد تاع كوكو كيبان لك يهضر منطقي. شنو انت فاش متعارض انت مع كوكو؟ انت جزائري وهو جزائري, فاش انت كتعارض كوكو؟ شنو الكلام اللي ما عجبكش كوكو؟ والله انا والله انا راح ندوخ اخويا, راح ندوخ من هو اللي من ديال الامير عبد القادر. ايوا صح. بوليزاريو وقت تاسست اللي راك تقول دارت هاد الجزائر وقتاش تاسست؟ على واش تحوس عليه 1973؟ ايوا علاش قلتو دارت الجزائر يا اخي؟ تاسست ضد اسبانيا. شكون دارت الجزائر اللي اسستها؟ وين ضد اسبانيا؟ علاه ضربت اسبانيا هذيك الوقت؟ ضربت اسبانيا صح, ضربت اسبانيا. وقتاش تاسست؟ في 1973. ايه مضربوها الصح. شكون اللي اسسها؟ يا ولدي راه من الصحراء يا ولدي. البوليزاريو هذيك راه ملي كنتم اللي استقلت الجزائر انتم حابين تقسموا المغرب. ملي استقلت الجزائر انتم مورا المغرب ما حبستوش. علاش الصحراء الغربيه كانت تابعه ليهم يا اخي؟ كانت مدينه اسبانيا يا ولدي. المغرب راهي فاتت على استعماريه مراكش قبل 1912. ما سمعهاش المغرب كان اسمها مراكش. وانت واش اسم الجزائر بكري؟ خلينا غير تحب تقابلني في التاريخ هاكوك وراه واحد نقابلو في لايف واحد. فهمني فهمني نشوفوا شكون اللي عنده الصحه. اذا طالع على التاريخ فهمني فهمني. انت جزائري خلينا والله غير خلينا من التاريخ والجغرافيا. انتوما عندكم مشكل. انت ما تقدرش شويه جزائري تحكم بارك برك يرحم باباك. خليك اخويا اخويا الصحراء. اذا الصحراء جزائريه درك بعد انا معاك. الصحراء جزائريه ولا مغربيه؟ واش ماشي جزائريه تربح؟ ماشي جزائريه ما عندي ما ندير بها تربح. انا كي تقول لي جزائريه دوك شوف شوف تندوف تندوف يا اخي. يقولوا المغاربه تندوف نتاعنا وبالشر نتاعنا, ونقول لهم لا غالب اخويا جزائريه. ما عندي ما عندي ما ندير لكم المغاربه. كاين خرائط عالميه, كاين خرائط جونسون هنا, كاين خمس خرائط عالميه تثبت انها تندوف في خطيتهم. قلت لك كانت اسمها مراكش. تقول لي معليش قلت لك تندوف جزائريه. انت انا جبري انا جبري. انا لو كان تكون الصحراء جزائريه, الصحراء هذيك المغربيه جزائريه, اليوم نضرب نتخاطب مع المغاربه. انت ماكش معارض. انت لو كنت معارض نستعرف بك. المعارض عنده برنامج وعنده هدف. انت راك واحد من الخوان. انا زيغي انا يعني فهمتك باللي واحد الخوان. ما عندكش ما عندكش برنامج للاسف. انا عندي الاوسمه هذوك نتاع انا عندي الاوسمه كيما في الصوره اللي درتها. انا اللي داروا لي موني في مليار على بوست. انا جاي رجعوا لي انا رجعوا لي انا. انا سرقت 17 مليار ونديروا بها. على بالي على بالي كاع واش راك تراك فيه. المبدا ديالك غير واحد الدراري لي كونتراج غير واحد. يا ولدي من وانا سيبو انا نروح لكازا. كازا بلانكا نروح لكازا بلانكا. انا جايك بالسؤال. انا جايك بالسؤال يا شيخ كوكو. انا نروح نعوم في المحيط. انا كرهت من الحول اللحم هذاك تاع السردين كلا بزاف ولادتنا. انا نروح للمحيط. معليش نسالك. لا كل الحوت ما كلاش ولادتنا. لا معليش نسالك يا اخو. اسال تفضل يا اخو. لك اسال اسال. قلت الجزائر بوليزاريو يعني ماكش تتفرج زعما واش راه صاري زعما في الصحراء الغربيه فلسطين. انا الصحراء المغربيه انا الولايات المتحده الامريكيه زعما هي اكبر بلاد وهي مسيطره في العالم وعندها تعاملات مع الاسره اليهوديه. خلينا منها بلا ما نذكروا. واش راح تقول؟ انا مالي انا قلت اي قلت الصحراء المغربيه. راه تقول الصحراء المغربيه راني جايك يا اخو. يا اخي زعما انت راجل صحيح زعما
لا ما نطيش ضد اليهود اللي راهم الصهاينه اللي راهم في فلسطين ورا حقوق البر. خي داروا حقوق البر يا ولدي انت اسمع 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 يا ولدي يا خويا يا خويا يا ولدي يا ولدي نعطيك نعطيك واحد الحاجه كيما البوليزاريو انا جامو على الصحراء الغربيه ماشي مغربيه. انا نعطيك واحد الحاجه. شوف السيد كيفاه منافق على الاول طلع يقول لك الصحراء انا ما مهمنيش فيها ومن بعد الصحراء ما مهمنيش فيها وفلسطين ما مهمنيش فيها. يا ولدي صدقوني يا وكاين كوكو فرات اخوتي المغاربه كوكو اللي يحب الجزائر والله ما ندافع على المغرب اخوتي انا ندافع على الجزائر وحبي في الجزائر لكن ما فهمونيش للاسف الجزائريين لا للاسف الشديد. احنا احنا فاهمينك كوكو والله فاهمينك فاهمينك انت مسكين راك في حاله باش تولي للبلاد تحوس على الرفوج تحوس على الرفوج. انا نجاوبك على حاجه برك طلعت على نجاوبك على حاجه برك. انت انت قاعد تقول باللي باللي انت على اي اساس قلت انه الصحراء مانيش نهضر مع المغاربه نهضر معاك انت على اي اساس قلت الصحراء انها مغربيه وماهيش غربيه على اي اساس برك باش انا قلت ليس انا ليس اوكي اوكي نجاوبك اوكي نجاوبك. انا يا ليس حبا في المغاربه باش ما نوفقهمش انا نحب الشعب المغربي كشقيق ليس سياسين ان حبا في المغاربه انما انا من 75 النظام تاعي في يدعم في جمهوريه وهميه وفي قطر خاوتي ما قبلهاش وزيد ما نحبش نصرف. اسمع اسمع وزيد نصرف اي المهم احنا نديروا 75 برك 47 سنه كانت ديريكت بكري كلها كان كل شوف اخي انا ندافع على الجزائر ما نحبش كنقول كاين الحوار كيكون مع هذا الحر لحد الساعه كيهضر بهدوء وكيهضر بعقل يمكن أنا... لحد الساعه كنشوف هو اللي يمكن كتقدر تناقش معه. انا قلت لهم الجزائر واش قلت لهم ادخلوا لسوق راسكم الاموال نتاعنا نعيشوا بها احنا ما نعيش بها بوليزاريو ما نعيش بها واحد اخر. انا المال نتاعي نعيش بها انا. اليوم هذول يتكلموا على الصهاينه هل اسرائيل اراد تقسيم المغرب هل الدول المسيحيه راه تقسيم المغرب اليس جيرانهم الجزائر اللي حابين يقسموا المغرب اليس جيرانهم الجزائريين المسلمين والمؤمنين الذين يخافون الله يحرضون في البوليزاريو بالاسلحه لقتل خاوتهم المغاربه 15000 مغربي خويا اليوم اللي عاونك في الثوره هذا هو الجميل تاعو اللي تردوا. هل لو كان نقولوا هل الشعب الصحراوي لو كان مغربي هل ساعد الجزائريين بالاسلحه الم تدعم من طرف الشماليين اللي نقولوا اليوم المغرب الفوق الم دعمنا من الفوق اليوم نتوما تهضروا كيما هكا هذا هو الرد الجميل للمغاربه اكيد. وجده ولاد وجده وين كانوا كانوا في المغرب الاذاعه نتاع نتاعك في السمو نتاعنا احنا كانت في الريف الاذاعه نتاع اللي كانت تهضر على الثوره الجزائريه كانت في الريف. اه يا خوتي ركاري الخير مفتي زكريا مفتي زكريا اللي دير قاسما بالنازله المحيقات وين توفى لم ينفى الى المغرب وتوفي في المغرب اللي دار لكم اليوم النشيد نتاع قاسما بالنازلات بوضياف كي جا موراه بومدين مادام المغرب كانت خايبه هضر على الصحراء هضر على الصحراء المشكل نتاعكم هذا هو المشكل تاع الصحراء. ايش بدل الجزائري يدخل لبلادك واش دخلك واش دخلك. انا المغرب شوف الصحراء منطقه الكويره فيها العالم ماده في دستور حقوق تقرير شوفي تقرير مصيرها انت ما لا تمشي مع 200000 خويا ما لا امشي مع 12 مليون دير استفتاء في بلاد القبائل 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 اه انت شكون وانتم شكون الجزائريين حتى تروحوا تقسموا المغاربه هي الراجل فيكم يقرب للصحراء الراجل فيكم تحيوا لي بلاك خويا حابين تحروا فلسطين المغرب جابت لكم اسرائيل شوف جابت لكم اسرائيل ارواح يا اخي جا وزير الدفاع اسمع جا وزير الدفاع جا وزير الدفاع كومبلي بكوستيم اسمع جاكم وزير الدفاع بكوستيم خفتوا متوا خرج رئيس مجلس الامه يقول لهم العدو يهاجمنا يهددنا من الاراضي المغربيه خفتوا او ما جاش بالطائرات على اي اساس هكذا جا في البوينغ او جا في البوينغ شكون انت يا ولدي يا ولدي انا مواطن جزائري انا احب الجزائر انتم لا تحبون الجزائر انتم اعداء الجزائر انتم شياطه وليد جزائري لا راك غلط وليد جزائري يا خويا ولي جزائري يا ولدي جزائري تنحي لي انت تسربي لي الوطنيه انت تسربي لي لا تسربي لي انت ولد ولد بخت تسربي لي الوطنيه انا ولد سي الحواس مانيش ولد بختها اني مانيش ولد بختها
انا مانيش من الغرب الجزائري حتى ولد بختا، انا ولد سي الحواز وي بيان سور ولد بن بولعيد. انا بابا يقولوا له المكيوب خوش، كان رئيس فرقه في الجهاد، روح سقسي على بابا، روح سقسي على لي بون مكتوب على اسمع شوف اذا نعطيك مليح. اسكت يا دد اسكت 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 اسكت. شو قلت لي الغرب الجزائري واش عندك مشكلتك مع الغرب؟ ودي خلينا يرحم باباك، انتم ما عمركم لا درتوا حاجه، كنتوا هذاك الوقت تقولوا واش بهم، واش بهم الزواوه مع، واش بهم الزواوه القبائل مع النصارى. والله على بالك يا خليك لي يا خويا يرحم باباك. جبل عندك جبل واش هو واش جبل اللي جبل عندك تخبى فيه انت اخويا؟ انت راك عندك الفيد، راك في شومبره تماك في فرنسا يا خويا. ما ندير قاعد تبدا اسمح لي الحر الله غير مور خلينا ندار يتناقش الحر. هذا في شخص هذا ما قدش نناقش انا المستوى تاعي ما يسمح ليش عليه هذا ام اسمح لي مستوى كوكو اسمع كوكو مستوى دراسي عندك اسمع مستوى دراسي يا ولدي شوف لو كان واش قاري واش قاري خويا انت واش قاري واش قاري يرحم بابا تمام بلا استاذ في الجامعه راني حفل لك استاذ واش قاري واش قاري واعطيني لا سبيسياليتي واعطيني واش قاري قول لي الكترونيك هاي ندخل انا في الالكترونيك نعاتلك اروح تشوف في الالكترونيك ابدا تشوف معايا اي اجبد ايا اي بصح بري لي كار الكاريونوب مليح الفروج ما هو الكار ما هو الكارليونوب ها هاي معايا في الالكترونيك الكارليونوب لا كارليونوبي اهدرها انت ما نعرف هبط تشوف هبط تشوف ايه الكترونيك صاحبي تشوف احشم على راك احشم على راك يا استاذ احشم على راك احشم على راك اه يا حلاف لا تدخلوا لا تعرفوا الكيمياء لا تعرفوا الرياضيات لا تعرفوا الداله الاسيه لا العدديه لا اللوغاريتميه لا تعرف لا تعرفوا السياسه لا تعرفوا الدين لا تعرفوا والو شوف لانه واش هو لانه انتم قريتوا كتاب القراءه الثعلب ياكل تفاحه زيد الثعلب ياكل تفاحه ليه. هذا هو استاذ الجامعي معليش يا دد ما قادش والله تامني والله ما يشرفني هاكم باش ندخل معاك في حادي تارك في هذيك البويتو اقعد تاكل في راسها اقعد تضحك شو تاكل في راسها اسمع شو شو خويا شو شوف خويا شوف عندك الطبيعه هذه اللي ما وراك خويا قول لي برك شو شو شوف شوف يا حبيبي شوف 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 يا حبيبي شوف ابا با 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 يا اخويا يا شوف اخويا شوف يا يوم يا يوم يا جبري يا جبري انت يا جبري اوريهم البيت اللي راك عايش فيها وريهم البيت اوريهم البيت وريهم البيت نعتلك خويا درك نعتلك خويا درك ما تقلقش خويا ما تقلقش وريهم ما نقلقش انا والله ما نقلق وريهم البيت شوف خويا شوف خويا ها او كلش مدربز بصح شوف خويا ها اه تحياتي ما تقول ليش كلش مدربز المرافق شوف شوف الحر شوف الحر شوف الحر شوف الحر شوف شوف الحر عندك الليستر ها شوف الحر شوف شوف الحر هاي الكوزينه منها شوف الحر شوف شوف هدي عندي ديك شويه اسمع هديك شويه هدو عندي شوف هدو عندي هدو عالجبري هادو عندي في بلادي انا اللي ما تقديتش ديرهم انت شوف خويا اسمع خويا شعل الضوء تاعك خلص كريات تاعك خلص كريات شوف 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 خويا شوف اسمع تاكل شوي شوف خويا شعل الضوء شوف خويا شوف 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 خويا شوف شوف قد انا مدلك الصحاني من هنا شفت لي صحاني في الارضه شوف خويا عندي عرضيه الليله عندي عرضيه الليله مع اليهود مع اليهود جايبهم للدار تاعي اليوم شوف شوف حتى كافي والله لا كافي جبري والله لا كافي جبري اكافي جبري اولدي اولدي اسكت اولدي راني جميع المجالات مش دروعي خويا نفتح لك شويه تاكل اللحم نتاع الخروف شوف شويه اللحم نتاع الخروف اللي هو شوف خويا شوف شوف خويا شوف 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 حبيبي شوف اذا مدلك شويه هاو السكاروبي ذا حب خويا ها هاو السكاروبي حبيبي هاو كاين جبري جبري نفتح لك شوف شوف نفتح خويا شوف شوف خويا شوف خويا شوف او لحم سكاروبا او سكاروبا او سكاروبا شوف خويا والله والله جبري ها وشوف خويا شوف شوف اذا مدلك معك شويه لايس كريم تاكل شويه والله يا خويا شوف خويا شوف هذه غير جاي انت جبري جبري والله لا شوف خويا لا غالب خويا واش راح ندير خويا واش كوكو كوكو صافي هذا فريجيدا شوف لي غاتو شوف شوف لي غاتو خويا شوف 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 كيف غنطيش لي غاتو شوف شوف لي غاتو شوف كوكو ما تجرحوش ما تجرحوش كوكو شوف اخويا
ابصح قول له مين جبتهم، قول له مين جبتهم شويه على المشاعر. شوف نفس خويا نصحك بزيت الزيتون، زيت الزيتون واش هو خويا نصيحه هذيك ما تشربهاش من الفوق، شربها من التحت. اي اقول له مين جبتهم، قول لهم اقول له مين جبتهم. الجبري اتفرح بالماكله الجبري انا عتلك الطبيعه ما حبيتش نعتلك واش نعتلك الجبري ما كاينش في حبس راك في حبس مزوق الجبري واش راح ندير لخويا انا ما نعتلك كلش واش حبيتني خويا ما عندي ما راح نحل نعت ماشي تاع انت نعتلي طري نشوف لاكام نتاع خويا اما نعتلي طري نشوف الجبري. اسمع شوف نقولك انت وين قاري قاري الالكترونيك يا استاذ جامعي انت في تندوف قول لي الحق قرية الكترونيك في تندوف جامعة تندوف لا دير لي الكاميرا نشوف صاحبي ولا غير دير الكاميرا ما نشوفش انت نعت لي الفراسة اللي قاعد فيها دير لي الكاميرا يا والله اه يا حلا ما تلحش كاميرا ما تحلش الكاميرا مازال ولا ما عنديش ميل انا يا الاولى وما نسترزقش به الزوجة كفاهمني لا لا ورينا غير لندروا في الراك غير لندروا ما تبينش ما كاش ما تنحلش ما تنحلش علاش شوف دابا شحال من واحد غالط كي